بون السلام عليكم، نشكر كاع الزملاء اللي ادوا مباراة جميلة اليوم، وين تشوف فرحنا هذا البيبليك اللي جا على جهنا، من 2005 مازال مفرح، حنا ماذا بينا كل عام إن شاء الله نزيدو نفرحوا، لما لا القلة تكون لينا هذا العام إن شاء الله، عندنا أوبجيكتيف واحد من اللي بدينا رانا فيها إن شاء الله، أوبجيكتيف الأول نضمنوا ماتي إن شاء الله على بكري، ونزيدوا عندنا بريباراسيون في لا فينال ناخذوا فيها إن شاء الله. وين دينا الفوز اليوم ما كانت سهلة، بريمي ميطو كانت مزيرة شوية مالكي خرجنا 1-0. دوزيام ميطو وين دخلنا بيا كونسونطري وين مع الدخلة ماركينا لهم. الحمد لله ما تنساش الأنصار باللي وقفوا معنا وجاو وساندونا. إن شاء الله الفوز هذا نهدوه الأنصار والعائلة تاعنا. إن شاء الله نروحوا للفينال ونزيدوا نديروا ريزلت مليح إن شاء الله. شكرا. الحمد لله نحمد ربي ونحمد ربي ونحمد ربي على التأهل هذا. ما كان سهل والله ما كان سهل، ما ديبيت العام قبل ما نبداو لاكوب هذا وين ما كان سهل، خدمنا والحمد لله آمنا بروحنا وين سنا دي مومون ديفيسيل وصبرنا صبرنا ثاني احنا ثاني صبرنا بزاف العام والخاص على بالو بلي صبرنا الحمد لله كما تشوف الحمد لله ما صافي بليزير نلعبوا مع انصار كما هذوما ان شاء الله في النهائي ان شاء الله يكونوا بريسكيوس ان شاء الله والحمد لله وثاني الحمد لله ان شاء الله هاد الملاعب يعموا في الجزائر باسكو صافي بليزير تلعب في تيرا كيما هذا وين ما تكون موايا تولي تعرف تلعب لهنا والحمد لله على التأهل الحمد لله. شنو الحاجة اللي خلاني مأثر عليك؟ نورمالمون نحس حاجة في قلبك. والله شوف والله لا حنا حاجة لي مليحة في ناس يكون عندنا قرب اللي يلعب اللي ما يلعبش والله العظيم غير شغل اللي ما لعبش غير شغل لعب مني أنا وراه قاعدتي. الحمد لله هاد الشعب فرحنا روحنا تاني هما وعائلة تاعنا هذاك هو الصح صافي بليزير لعبوا فينا ان شاء الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نظن انه بيبليك كيما هذا لازم يفرح الشيء اللي درنا كل شيء باش نتأهلوا الحمد لله نظن المباراة كانت صعيبة علينا صح كان النتيجة 3-0 مع بداية الشوط الثاني لكن المباراة كانت صعيبة خاصة بعد ما سجل الهدف الصورة احنا كنا مأمنين بقدرة تاعنا مأمنين بالجروب هذا ان شاء الله رحنا في فينال وباذن الله القادم يكون افضل من هذا باذن الله يعطيكم الصحه بارك الله فيك. التأهل كما شفتوا تابعتوا المباراه كل سيطرنا طول العرض على شباب الثوره وكانت النتيجه تكون اكثر لولا التسرع تاع اللاعبين والتأهل هذا ما جاش نقولوا صدفه ولا وليده اليوم ولا هذا عمل في العمق ما من جميع الاطراف سواء اللاعبين والطاقم الفني ولا حتى الجمهور ولا كذلك ما ننساش السلطات المحليه على راسها السيد الوالي اللي كان الدعم اليوم خصص 50 حافله من الحجم الكبير لنقل الانصار مجانا وهو مشكور على ذلك ونتمنى يعاود لنا في المره الجايه في النهائي ان شاء الله وتكون اكثر ان شاء الله تنقل قياسي ان شاء الله.